مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كابتن فهد المهر. اليوم إن شاء الله موضوع حلقتنا بهذا الفيديو راح يكون عبارة عن التمارين أو موسوعة التمارين للبطن. راح يكون إن شاء الله بهذا الفيديو 40 تمرين للبطن لعضلات المعدة. طبعاً إن شاء الله اللي بدور على 6 لايس وغيره اللي العضلات الستة راح تشوف فيها بعض التمارين. التمارين اللي راح تكون في الفيديو هذا عبارة عن عبارة عن الناس المبتدئين، نبدأ بالتدريج تدريج بعدين نطلع فوق للناس المتقدمين. إن شاء الله الكل حيستفيد منه. لا تحكم على الفيديو من أول كم تمرين، لأنه أول كم تمرين راح يكون خفاف أو تمارين المبتدئين للناس الجداد. إن شاء الله راح تستفيدوا. بتمنى للجميع أن ينشر هذا الفيديو. الله يعطيك ألف عافية. نجي على التمرين الأول والتمرين الثاني. نبدأ بالأول، طبعا الأول والثاني هذول هم الستات الصبايا اللي في البيت اللي ممكن يشتغلوا عليهم، لأنه تمرين خفيفة، خصوصا اللي ما حياته أو حياته اشتغلت أي تمرين بطن أو تمرين معدة. نبدأ أول شيء مع شهيق وزفير، واحد في البطن هون، واحد شهيق زفير، شتيت شهيق زفير. أنا وأنا بعطي زفير قاعد أشد عضلات البطن. هذا أول واحد، ممكن أسوي 10 تكرارات، ممكن أسوي 20، برجع على قديش تحمل الشخص. طبعاً هاي بدايتها، ممكن إحنا بنربط التمرين كله بعض مع بعض، نبدأ بالخفيف. نيجي للتمرين الثاني، التمرين الثاني أنا من هون، هذا الشكل، بكون شاد البطن، طبعاً الأكتاف بدي أحركهم والخصة الثابت، الخصة الثابت والأكتاف اللي بتحرك. واحد، اثنين، يعني هون، واحد. رحت زفير، زفير. زفير يعني شديت البطن، شديت البطن مع زفير. واحد، اثنين، البطن معي قاعد يتحرك معي، عضلات نفسها يمين يسار، يمين يسار، هي مقبوضة طبعا، مش مرتخي اسوي زي هيك بهذا الشكل، لا لازم اعطي زفير مشان اشد البطن معي. طبعا الخصم حكيت هو ثابت والكتاف اللي بيتحرك. واحد، شد معي، اثنين، شد معي، نور. نيجي ان شاء الله الان للمعده اللي هي على الارض، التمرينات الارضيه للمعده. اول شيء بهمني في النقطه الاساسيه اللي هي اني اشتغل الايدي بهذا الشكل، هيك غلط. ايدي لما احطهم اشبكهم بهذا الشكل ورا الرقبه اشتغل غلط، هذا اللي بعمله ممكن ديسك في الرقبه. النقطه الثانيه المهمه اللي هي متى اتنفس، لان في كثير ناس بتلاقيه مثلا شغال هون هذا الشكل مو كاتب النفس، غلط. لازم تنسق ما بين الشهيق والزفير، دائما الشد في الزفير والشهيق بيكون عند الاسترخاء من هون، شوف هاي شد، ها؟ نزلت شهيق بتنفس للداخل، طلعت فوق زفير. نيجي الان للتمرين الاول، التمرين الاول حيكون طبعا بسيط من هون اوفر، واحد بطلع واحد، اثنين، ثلاث، اربعة، خمس، ست، طلعت بس ربع طلعة ايش بسيطة. هاي المعدة العلوية ممتاز. طبعا بالنسبة لليدين انا ممكن احط هون، احط هون او احط هون عادي، يعني هون هون هون، المهم ما تكونش ماسك اواعيك او اي شيء وتستعين فيه في المعدة. التمرين الثاني نيجي معدة كاملة، واحد هذا شكل، واحد طلعت كامل، اثنين طلعت كامل، ثلاث طلعت كامل، اربعة طلعت كامل، خلصت طبعا 10. نيجي نتكلم ان شاء الله كمان شيء عن الارقام قديش ممكن نشتغل. نيجي اللي بعده خصوصا هاي هذا التمرين الثالث اللي هو اللي بيلعبوا قتال، ممكن اطلع من هون شوف حرف اكس، اذا حرف اكس حيلعب واحد بطلع اثنين بوكس، من هون بوكس، واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست، لعبت يمين يسار نفس الشيء. التمرين اللي بعده باجي بشتغل من هون بوكس مزدوج برد ارجع، واحد اثنين ثلاث، اعطيت زفير وين؟ على الشده مع البوكس. طيب نيجي ان شاء الله للي بعده اللي هو المعده نص النص، بدي اشتغل نص اني يعني اكون مسافه لا انا واصل الامام ولا صايب الارض، حاشتغل من هون، واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين. نيجي للي بعده، التمرين اللي بعده التمرين رقم سته اللي هو انك تطلع ايديك واحد للاعلى من هون، واحد للاعلى بدي اقوس ظهري. ظهري يتقوس معي مع الطلوع، طبعا هذا هو متعب شوي التمرين، من هون واحد اثنين ثلاث اربعة، انا قوست ظهري كامل مع سحبة يدي، طبعا تقويس مع صعودي للاعلى، كاني قاعد اغوص او قاعد اسبع. نجي الان التمرين رقم سبعة، راح يكون النبض عبارة عن نبض في رأس المعدة زي البولس،
نبض براس المعدة طبعا هذا مدري شوي بطلع من هو واحد اثنين ثلاث أربعة خمس بطلع نص العقل بعطي نبض براس المعدة طبعا هاي نبض هي كثير متعبة كحركة للمعدة اللي بعده نيجي لدرفع أسفل الظهر طبعا الدور رقم 8 ارفع اسفل الظهر انا هون شوف واحد رفعت اسفل الظهر اثنين ثلاث اربع بحاول ارفع الاعلى فوق بعدين انزل معي باجي اللي بعده رقم 9 من هون باجي وزن طبعا ابدا امسك بشغله بشغل معينه بحيث اني اثبت في الحركه باجي من هون واحد مسكت وزن 3 كيلو 10 كيلو انتخب انا هاي متواجد الان معي رقم 3 كيلو اشتري من هون واحد قطع اثنين ثلاث اربع طبعا انا ممكن استخدمه برضه نص بنص باجي من هون قطع نص كمية يسار ثبات من هون ثبتت واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست عبارة عن دوران يمين يسار واحد اثنين لازم اكون نص ميلان واشتغل يمين يسار الحركة اللي بعدها ممكن احط وزن او بدون وزن واحد وثبات عد 30 ثانية بالنسبة لل طبعا هاي دائما نستخدمها في نهاية التمرين. نيجي للي بعده الحركة اللي بعدها حنشتغل من هون، شوف رجلي بهذا الشكل، فاتح رجلي هون، حط عم الكوع اليمين عند الرجل الشمال والثانية العكس، بطلع واحد هون، اثنين هون، ثلاث هون، أربعة هون، هم خمس هون، ست هون. نيجي للي بعده اللي هو رقم 13 باجي هون طبعا هي متعبة شوي هذا التمرين واحد انا ثبت لازم احتاج شيء اثبت فيه رجلي واحد ثبات من الزاوية جسمي من الزاوية واحد كتفي بصب الارض واحد برد ارجع بعد كتفي في الثاني اثنين هون هي ثلاث هون اربع اشتغل لها بنيجي للي بعده اللي هي المعدة انك تشتغل حرف يو هذا الشيء باجي هون طبعا انا حاشتغلها هناك لانه بدي شيء يثبت رجلي بشتغل من هون واحد اثنين ثلاث باجي هون هاي اجيت هون هاي من هون واحد اثنين ثلاث اربع طبعا لما انزل بالحرف اليو تحت من هون واحد انا لسه في الهواء هي بالهواء ما بنزل كلمه هيك ما استفدت شيء يعني مش حرف بي حيكون حرف يو باجي اللي بعده باجي من هون واحد اخذت بهذا الشكل جنب بشتغل من هون واحد هون اثنين ثلاث اربعة خمسة خلصت الرقم اللي بدنا نسويه اثنين قلبت الجهة الثانية واحد اثنين ثلاث هون اربعة انهيت جنب اليمين جنب اليسار طبعا ممكن استخدمها كمان للرجلين بس ان شاء الله بنجيها نيجي سحب للكعب حسب ان الشغل كمان نركز على الجوانب اكثر بنجي هون الى الكعب باجي من هون بهذا الشكل فتحت رجلي الكعب بعيد عن الديار كعب بعيد عن ايدي حاشتغل انس هون هون هيك انا مش واصل حاشتغل واحد هون اثنين ثلاث اربعة هون خمس ست سبعة طبعا كملت يمين يسار لازم الكعبين يكونوا على خط واحد مستقيم مش انه واحدة يعني رجل اقرب من رجل او اثنتين يكونوا بعد قرار مثلا هذا الشيء اسوي زي هذا غلط لازم يكون في مسافة بحيث اتحرك يمين يسار بحيث من بعد نيجي للتمرين اللي بعده باجي من هون دفع رجلي طبعا اما احطهم على الجدار او على اي شيء على حيط معين او على الهواء بهذا الشكل بطلع النص فوق واحد برجع اثنين ثلاث اربعه او زي ما انا هون في البيت ممكن اخفف فوق بهذا الشكل واحد اشتغل هون اثنين ها ثلاث انهينا هاي نيجي للي بعده ممكن احسب رجلي فوق في الهواء بطلع هون ايد يمين مع رجل شمال بدي اطلع سيك واحد اثنين ثلاث أربعة هون خمس خلصت من هون باجي الجهة الثانية واحد اثنين ثلاث أربعة أنهيت هذا التمرين باجي للي بعده من هون ركبي فوق تاب من هون بدي أطلع صدري أصيب الركب صدري أوصل لفوق واحد هون اثنين هون ثلاث هون أربعة هون خمس هون لآخر تمرين اللي هو رقم 20 في المجموعة الأولى باجي أتحرك من هون واحد المعدة مع الوزن واحد اثنين ثلاث اربع انا استخدم قوه المعده عندي واحد وقع على الامام بستخدم قوه المعده من الزاويه واحد وقع واحد في ناس ممكن يشتغل زي هيك واحد بعدين يقفلوا في داهر ويكسر تمرين رجلين انا بشتغل المعده واحد قفز اثنين قفز
نجي الان للجزء الثاني اللي هي المعده السفلية، العضلات السفلية للمعده. اول شيء اول تمرين طبعا بهمني احط الثنتين هون على الازرار هذول او القطنيات، احنا نسميها في الاردن زر او نسميها قطنيات، الثنتين هون لو كان فوق بعض ضغط، الثنتين هون واحد هذا الشكل. رفعت رجلين خط مستقيم هون زاويه، هذا الشكل من زاويه بنزل اسفل قبل الارض شوي برا، واحد هون اثنين هون ثلاثه هون أربعة. طبعا بالنسبه للجديد اللي مش قادر بسويها اثنين رجلين هون والفخذ اللي بينزل، الفخذ اللي بينزل، الفخذ بينزل لتحت بصير الارض وبطلع اثنين شوف هاي هون ثلاث هذا الشيء. نيجي للتمرين الثاني منه رفع رجلين بدي اسوي رقم ثمانية من هون هاي واحد هون واحد اثنين هون ها ثلاث أربعة برقم ثمانية هذا الشيء حاسوي التمرين. نيجي للتمرين الثالث رجلي اثنين فوق على نقطة واحدة بنزل بس رقم ثانية واحد بسحب اثنين بسحب هون هذا شو ثلاث بسحب أربعة بسحب. الحين من هذا التمرين نجي للي بعده هذا شو بدي بدل رجلي اثنين واحد اثنين رجلي مستقبلات فوق وبدي بدل رجلي اثنين واحد هون اسفل الظهر اللي محكينا واحد رجلي فوق واحد هون اثنين ثلاث أربعة هون خمس ست سبعة كمل وفق التمرين اللي بدك تسويه. نجي للي بعده هسه بدي اضم الركب على الصدر وارفع لفوق بشكل الرجلين شوف من هون هذا الشكل من هون واحد شكل دائره كان بدرس الدائره هون اثنين طبعا ممكن اسويها رايح جاي يعني هون واحد هون اثنين ثلاث يعني هذا الشكل رجلين ثنتين الامام واحد بسحب هون اثنين هون يعني بدرس دائره نسويها كمان مره واحد بهاي الزاويه واحد هون سحبت اثنين سحبت ثلاث سحبت اللي من بعد لا بس في الظهر اول شيء بحط هون عادي ممكن نسوي هذا الشيء هون واحد هون اثنين بس احنا دائما نحط اليدين مشان ما يكون عندك سبب لك الم اسفل الظهر او اللي عنده مشكله اسفل الظهر ما يعني ما يصير عنده الم. نجي للتمرين اللي بعده يديك هون على الارض هذا الشكل واحد ورجلين اللي على فوق هذا الشكل لا بدي ارفع اسفل الظهر اسفل الظهر بدي ارفع واحد هذا الشكل واحد هون اثنين ثلاث أربعة خمس انهيت من هذا التمرين نجي للي بعده من هون واحد وبدا تويست من فوق واحد اثنين ثلاث أربعة تويست يمين يسار من هون واحد هون اثنين رفعت أسفل الظهر لازم أرفع أسفل الظهر نجي للي بعده طبعا هاي اللي بعده ممكن نسوي كذا طريقة بس نتكلم طريقة واحدة احنا واحد من هون في الركبة بس من هون واحد اثنين نفخ واحد نفخ لفوق هاي اثنين ثلاث نيجي للي بعده حرفع بس فوق اليمين شوف واحد هون بعد شوي اثنين ثلاث أربعة خمس نجي آخر تمرين من السفلي نيجي هون الجزء الثاني باجي هون واحد بسوي سيفي اللي هي تسكيرات اللي واحد ركبة تتحرك واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمان طبعا بعد 30 ثانية عادة كثير ممتاز كثير برضه نفسها نفس التمرين بسوي عكس واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمان تسعة طبعا أنا ممكن أسوي مع الكوع أضيف عليه بس شيء إضافي واحد هون واحد هون اثنين ثلاث الكوع اليمين مع الرجل الشمال والثاني العكس. نجي الان للجزء الثالث، الجزء الثالث طبعا بتضمن المعده العلوي السفلي واصعب جزء تقريبا هذا بالنسبه للمتقدمين انا بالنسبه لي انا بحب اشتغل هذول التمارين لنفسي وبعطي عاده للطلاب اللي عندي. بنيجي اول تمرين، اول شيء بنام على الارض زي حرف اكس، زي حرف اكس بالانجليزي، زي حرف اكس بالانجليزي. باجي هون هذا شكل واحد هذا شكل، باجي بلمس من هون ايد مع رجل مع بعض من هون واحد بلمس اثنين ثلاث اربع ممكن اثبت يدي اشتغل ممكن ارفع من هون شيء بسيط ما في مشكله بس انه يفضل انه لازم يكون لازم يكون في تويست فيه اللي هي العصر عصر يمين يسار هاي اول تمرين نيجي التمرين الثاني منه واحد بدي اثنتين هون خلف او للجنب بدي اطلع من هون واحد امس رجلي فوق وبنزل واحد هون اثنين ثلاث هاي تشمل ما بين المعده العلوي والسفلي نيجي للتمرين الثالث، التمرين الثالث حيكون من هون نص طلعة من فوق نص طلعة من تحت، يعني من هون حبة التمرين، من هون واحد هون اثنين ثلاث أربعة من النص ببدأ بصير فوق برد أرجع للنص. نيجي للي بعده هو أصعب واحد بينهم بين المجموعة هاي من هون إيدي الرجلين مع اليدين فوق قفز من هون حبة واحد واحد اثنين
3 4 5. طبعا هذا بيحتاج تكون ارضيه بطيئه مش ما بسوي على الشارع او على اي شيء على ارض على ارضيه اللي صنع. نيجي للتمرين اللي بعده. هسه لما نايم واحد اشتغل اما بالايد او بالكوع. اشتغل في الايد الكوع مع الركبه من هون يدعس رجلي يدعس رجلي واشتغل 1 2 3 4 5 6. خلصت باجي الجوله الثانيه مره واحده 2 او القسم الثاني الجزء الايد الثاني 3 4. خلصنا هون خلصنا باجي الان اصعب تمرين بين مجموعه كامله اللي هي طبعا التمرين متقدم كثير. هذا باجي هون رجلين رفعت هون رجلين بداية الدين هون بدي انقل هسه الايد الرجلين بدي اروح هون واليدين عكس يعني عكس بعض حشتغل الجزء العلوي عكس يروح عكس الجزء السفلي. طبعا هذا معده شامل هذا بالنسبه لهذا التمرين معده شامل كثير ممتاز. رجلين لازم يضلوا في الهواء ما ينزلوا تحت لا هون ولا هون ولا اصيب الارض حشتغل من هون واحد شوف من هون رجلين في الهواء بدي بس الملابسات ارض لمس مش حاط كل وزني وثبات فهم علي من هون واحد بس 2 3 4 لسه انا بالهواء 5 ها لا بنزل رجلي 6 ها 7 اذا هون انهيتها يمين يسار ايدين عكس بعض اليدين سوري ايدين عكس الرجلين هذا شو واحد عكس هون 2. بيجي الان هدول التمرين الختاميه اللي انا بالنسبه لي انا بنهي الحصه فيها. باجي اول شيء واحد طبعا هذا التمرين لازم استخدم نفسك فيه، النفس هو اللي بيقول لي اشتغل معك في التمرين. واحد وضعيه المشاط، وضعيه الضغط طبعا في رجلي او بسكر تحت بس انا بفضل على الضغط في رجلي. من هون بطلع فوق فاتح رجلي، بطلع فوق مع زفير بدي اقبض المعده، واحد اقبض من هون واحد يعني الكتفي ما مش الكتفي اللي بشيلني، اللي بيرفعني قاعد ببطني، اذا كتفي تخدر او شعر فيه تعب كتفك شعر فيه تعب اذا انت تشتغل غلط لازم البطن اللي تحس فيه الارتباط. واحد مع زفير برضه ارجع هون 2 3 هون ها طبعا مزل شهير بطلع فوق زفير البطن هو اللي قاعد يشيل نفس التمرين حسويه بس من الوضعيه هاي فرد رجلين واحد بطلع نفس الشيء برضه ارجع 2 3 وانا بشد بعد زفير قاعد اشد البطن باجي اخذ واحد منهم واحد من هون 2 بالركبه خلص 1 2 برد ارجع 2 برد ارجع مع زفير او ممكن اخذها بشكل طولي بس وبرضه مع زفير بحيث انه البطن يشتغل عندك ولو حبيت تضيف كمان الجوانب من هون 1 بوش اب طبعا ما بثني ايدي ايدي مش تدات 1 بشتغل بالجاك هذا شكل هون خصني حينزل بالقوسين بين ايدي 1 2 3 عن هنا الجنب الثالث وهيك بتكون هنا مجموعة المعدة كامل وهن زادن شوي على 40 طبعا كأشكال ليس إلا بيعطيكم ألف عافية مشكورين على مشاهدة الفيديو. أشكر الجميع على مشاهدة الفيديو وبدي أنوه لكم نقطة طبعا طولنا عليكم شوي في الفيديو بس لكن هاي ممكن هذا ممكن اول فيديو يكون شامل لكل تمرينات المعدة. بنيجي اول شيء اول نقطة بتتكلم فيها اللي ذكرتها انا اول انه وضعية المعدة ما بتحط ايدي كثير بشبكهم من خلف بضغط زي هيك هذا شكل هذا غلط بيعمل مشكلة في الرقبة. نيجي للشغلة الثانية اللي هي شيب وزفير اللي حكيت عنه برضه كمان مرة باكد عليه دائما الشدة في زفير الارتخاء شهيق لازم اكون منسق النفس ما بضغط نفسي. نيجي لواحد مثلا اجى جديد اول مره بتمرن انا ممكن اعطيه وقت جسمه ممكن اعطيه 25 عده 20 عده زي هيك ممكن تمام. طبعا ايش يختار؟ يختار التمرينات البسيطه خصوصا اول التمرينات البدائيه اول شيء سوينا بدايه الفيديو اللي سويناه. طبعا في ناس مثلا بقول لك انا بس بشتغل مثلا 50 انا بقول له نوع العب 10 من كل نوع او العب على الثلاث يعني ثلاث انواع في ال 50 او 60 عدد من ثلاثة انواع لو لعبت 20 20 20 20 بصير. انا بالنسبه لي انا بلعب قاعد دائما اخر الفيديو اللي شفتوه التمرينات المتقدمه هاي انا بلعبها الي بلعب اكثر يعني ممكن اوصل مثلا نفترض حطيت في بالي بدي العب 200 معده بلعب كل 50 شكل او كل 30 شكل لحال. وبتمنى للجميع انه الفيديو هذا شاركوه للكل والكل يستفيد ولا تنسوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك قوتي صحتي ولا تنسوا سبسكرايب تحت على قناتنا على اليوتيوب فهد المهر سواء في العربي او في الانجليزي.
القناة طبعا تحت، واي شيء اي كومنت اي سؤال اي شيء احنا جاهزين له. لو حبيتوا اي تمرين، حبيتوا تطلعوا تمرين معين ان شاء الله احنا جاهزين وراح نلبي لكم هذا الشيء هذا الشيء، وبتمنى من الجميع انه يدعوا لنا والله يعطيكم العافيه.